بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجاهزة نظام الثلاث والخمس سنوات. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معدنا مع أولى حلقات العام الدراسي الجديد اللي بنهنئ فيه جميع الشعب المصري. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، وبالأخص أعزائنا الطلبة والطالبات، وبنهنئهم كمان بنجاحهم في العام الدراسي السابق وانتقالهم لصف جديد وهو الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله النهاردة معادنا مع أولى حلقات مادة المعدات والماكينات والصيانة. والنهاردة بس إحنا عايزين نتعرف على إيه هو المقرر بتاعنا الخاص بمادة المعدات والماكينات والصيانة اللي إحنا هندرسها السنة دي إن شاء الله بوجه عام. الكلام ده طبعا بيخص نظام الثلاث سنين والخمس سنين. عايزين برضو في حلقتنا النهاردة إن شاء الله بنعرف برضو تاني ونذكر أعزائنا الطلبة والطالبات بأهمية وإيه هي رؤية ورسالة المجال الفني بوجه عام، وخاصة تخصص الملابس الجاهزة، وإزاي أنا أقدر أستفيد من مجال تخصصي ده في حياتي الشخصية وحياتي العملية إن شاء الله بعد كده، خصوصا إن السنة دي بالنسبة لنظام الثلاث سنوات هي سنة الدبلوم بتاعتهم أو سنة التخرج اللي من بعديها إن شاء الله هيبتدوا يواجهوا وينزلوا السوق المصري ويتعاملوا بشكل مباشر مع مصانع الملابس الجاهزة أو السوق المحلي. وإن شاء الله ربنا يقدرهم بإذن الله اللي حابب منهم يفتح مشروع خاص بيه هو أو مجموعة مع بعض من الزملاء، لو اجتمعوا مع بعض وعملوا مشروع صغير كده مع بعض سنة سنة يكبروا بإذن الله وكمان ينتشروا في الأسواق العالمية. في حلقتنا النهاردة بنأكد تاني على أهمية تخصص الملابس الجاهزة وصناعة الملابس الجاهزة بوجه عام في الاقتصاد العالمي، وخاصة في اقتصادنا المصري، وقد إيه إن الصناعة دي اللي هي صناعة الملابس الجاهزة مهمة جدا في الاقتصاد، وإزاي بترفع مستوى الاقتصاد بوجه عام. فإحنا محتاجين نقدر ونفهم يعني إيه تخصص الملابس الجاهزة وإيه هي مدى أهميته، باعتبار إن هي صناعة محدش يقدر يستغنى عنها يعني بوجه عام في على جميع المراحل العمرية في الفئات المختلفة في نوعيات الملابس المختلفة، محدش يقدر يستغنى عن الملبس أو الزي. طبعا مع زيادة كمان على الطلب، مع طبعا كبر أعداد السكان وزيادة الطلب على الملابس، بيظهر كل فترة حاجة جديدة قدامنا سواء في مجال الخامات نفسها أو في النسيج نفسه، حاجة جديدة بتظهر سواء كان في المعدات والأجهزة اللي احنا بنستخدمها بتظهر حاجة جديدة، فعلى أساسها بتظهر ماكينة جديدة بتقدر تدخل معانا في مجال صناعة الملابس الجاهزة. مش لازم كمان يكون الجديد في الأجهزة الخاصة أو بالمعدات الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة فقط، لا ده ممكن يحصل تطور في مجالات أخرى، بس أنا أقدر أستفيد منه في مجال تخصص الملابس الجاهزة وأدخله وأعمل منه تطوير جديد سواء كان في النسيج سواء كان في المعدة اللي احنا بنستخدمها في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وده كله لكي يفي باحتياجات ومتطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وإزاي تقدر ترفع معانا زي ما قلنا في بداية حلقتنا مستوى الاقتصاد بوجه عام. خصوصا احنا هنا في يعني معظم الدول النامية بتعد صناعة الملابس الجاهزة من الأعمدة الأساسية الخاصة برفع الاقتصاد بتاعها، فعلشان كده احنا محتاجين ما يعني تحس بأهمية المجال اللي احنا
بنتعلم فيه واللي احنا بندرس فيه، وازاي اقدر افيد نفسي وافيد اسرتي وافيد المجتمع اللي حواليا. كمان احنا شفنا قبل كده يعني، او في حالات كتير حوالينا من البيئة المحيطة، في عدد كبير من الافراد ممكن يغير المجال بتاعه، لان هو مجرد انه شايف ان صناعة الملابس الجاهزة هي الصناعة اللي يعني من اللي بيتقال عليها لا يمكن ان تتوقف، فبتلاقيه بيغير المجال بتاعه، بيتجه ان هو يفتح مشروع صغير او مصنع صغير في مجال صناعة الملابس الجاهزة لكسب الربح. فده اللي احنا محتاجين نعرف اهميته في مجالنا، وازاي ان شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة الهدف الاساسي او الرؤية الاساسية الخاصة بالتعليم الفني بوجه عام، وعلى اساسها بيمشي معانا مجال صناعة الملابس الجاهزة او تخصص صناعة الملابس الجاهزة. بيكون الهدف الاساسي طبعا ان احنا بنخرج طلبة او خريجين على قدرة عالية أو مهارة عالية في جميع مراحل إنتاج المنتج، سواء كان في التصميم، سواء كان في إعداد الباترونات، في مرحلة القص، في مرحلة التشغيل للمنتجات المختلفة، زي ما أخدنا في سنة أولى وفي سنة تانية، أخدنا ملابس الحريمي، أخدنا ملابس الأطفال، وبرضو أخدنا ملابس للرجال. فإحنا شفنا نوعيات مختلفة من المنتجات، سواء كان جيبة أو قميص أو بنطلون أو فستان طفل أيا كان، فإحنا عرفنا المراحل المختلفة الخاصة بتشغيل كل منتج فيه. فهو كده إحنا بنخرج خريج على قدرة عالية إن شاء الله من المهارة، وإزاي يدخل في مجال صناعة الملابس الجاهزة بعد تخرجه في مصانع الملابس الجاهزة. لا، لو دخل في المصنع بيبقى عارف إيه هي المراحل اللي موجودة معاه في إنتاج المنتج، إيه هي نوعيات الماكينات اللي بينتج من خلالها المنتج بتاعنا، من خلال طبعا دراسته للمعدات والماكينات على مدى المراحل الدراسية. ودايما المناهج بتاعتنا بتكون بصراحة متطورة، وتنزل لنا دايما كل ما هو جديد، يعني بيبقى فيه تطوير بينزل كل ما هو جديد في مجال صناعة الملابس الجاهزة، واللي هنكمله إن شاء الله مع بعض النهاردة لما هنعرف نوعيات ماكينات جديدة منتشرة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، سواء كان في على المستوى المحلي أو العالمي، وإيه هي التكنولوجيا الجديدة اللي موجودة فيها أو اللي ظهرت فيها بتساعد على سرعة الإنتاج وإنتاج كميات كبيرة لتفي باحتياجات المستهلكين. هنشوف كمان ان الهدف الأساسي ان هو ان شاء الله قادر على مواجهة السوق، يقدر يفتح مشروع خاص به هو أو زي ما قلنا مع مجموعة من الزملاء، أو يدخل في مصنع من المصانع. هنشوف مع بعض كده الرؤية والرسالة الخاصة بالتعليم الفني. بنقول يمكن للتعليم الفني أن يلعب دورا رئيسيا في تأهيل عدد كبير من الشباب، تمام، عدد كبير من الشباب اللي هم بالنسبة لنا الطلبة بتوعنا، وتزودهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لتلبية باحتياجات سوق العمل. ايه هي القدرات والمهارات اللي احنا لسه متكلمين عنها؟ اللي هو قدرته على عمل تصميمات، قدرته على رسم الباترونات او اعداد الباترونات، القدرة على تعشيق او وضع اجزاء الباترون على نوعيات الأقمشة المختلفة، ايه هي اجهزة القص اللي هو يقدر يستخدمها او نوعيات المقصات، وازاي يقدر يقص يعمل تعشيق جيد لأبعاد الباترون أو أجزاء الباترون على القماش، بحيث أنه هو يقلل كمية الهدر وفي نفس الوقت يزيد من الربح الخاص بالمصنع. عملنا قدرة على الإعداد بطريقة كويسة، القدرة على القص، القدرة على معرفة تصميم مراحل تشغيله داخل خط الإنتاج، إيه هي الماكينة المرحلة دي هتتم الأول وبعديها دي وبعديها دي، في كل مرحلة من المراحل إيه هي نوعية الماكينة التي تستخدم لأن هي تنتج لي المنتج أو تنتج لي المرحلة دي على شكل عالي وجودة عالية وبالكمية المطلوبة منه. كمان قدرة ومهارة عالية على معرفة كيفية إيجاد المستلزمات الخاصة بالمنتج بتاعي، كمية إزاي أقدر أحافظ عليها الكمية الموجودة عندي في المخازن،
في نفس الوقت ازاي اقدر اعمل مقارنه او مفاضله بين المنتج ده والمنتج ده، او الخامه دي والخامه دي، عن طريق مراقبه الجوده الخاصه بيها. برضو ازاي اقدر افي باحتياجات السوق واعرف السوق عايز ايه من خلال الدراسه الاستطلاعيه اللي انا بعملها في السوق، واعرف ايه هي متطلبات السوق وايه الخامات اللي محتاجينها، ايه نوعيه التصميمات اللي ممكن تتماشى معايا في السوق، وعلى اساسها بنزل بالكميه المطلوبه، واعرف امتى هنزل في الاسواق وامتى اشيل المنتج بتاعي، سواء كان في المرحله الصيفيه او في المرحله الشتويه زي ما قلنا برضو قبل كده، او التعرف في السنين اللي فاتت. يعني مثلا في فصل الشتاء ما ينفعش في ساعتها بالظبط انزل ملابس الشتاء، لا لازم بنزلها قبليها بشويه علشان خاطر تقدر الناس تشتري وتشوف ايه هي المنتجات المتاحه قدامها. وبنفس النظام انا لازم بنتج ملابس الصيف، ما ينفعش انتجها في وقتها، لا لازم بنتجها في فتره الشتاء، بحيث ان لما يجي فصل الصيف تبقى المنتجات جاهزه عندي، اقدر انزلها في الاسواق والناس تقدر تشوف اللي هي محتاجاه وتشتري. لكن مش لسه هستنى الفصل نفسه اللي هو فصل الصيف وهبتدي لسه اشوف التصميم وهعمل مرحله الانتاج ليه او خطوات الانتاج والتشغيل للمنتج. ده القدره والمهارات اللي المفترض بيكون عليها الشباب او الخريجين من مجال التعليم الفني. كمان بنتكلم على ان هي تفي باحتياجات السوق زي ما احنا قلنا، كمان قدرتهم هم على العمل داخل المصانع الخاصه بالملابس الجاهزه. كمان بيقول لي من خلال اعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم ولديهم مهاره فنيه عاليه، دي طبعا في قدرتهم على الجلوس على الماكينات والمعدات وكيفيه استخدامهم ليها، ويكونوا قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. وزي ما احنا قلنا في بداية حلقتنا، التكنولوجيا الحديثة يعني كل ما هو جديد ومتطور في جميع مراحل إنتاج المنتج الملبسي، سواء كان في مجال القص أو المعدات اللي بتستخدم في القص نفسها، أو المعدات اللي بتستخدم في مراحل التشغيل، أو لو كان مسبقا في مرحلة التصميم، سواء كان التصميم اليدوي أو التصميم على الكمبيوتر أو عمل دولاب عندي وهكذا. دي المقصود بيها التكنولوجيا الحديثة. كمان بيقول لي في ضوء ذلك تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تدشين نظام جديد للتعليم الفني يواكب المعايير الدولية، اللي هو زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم كل مادة في تطور في النظام التعليمي، بحيث ان احنا نوصل الطلبة بتوعنا ما يكونوش بس على المستوى المحلي، لا ده هم يقدروا يدخلوا مسابقات كمان، ولو كان في سماحية بتبقى في نظام المنحة وبيكون بيدرس في بعض الدول الاخرى الخارجية. ويشار إليه بمحور التعليم الفني، وبيعد نظام التعليم الفني هو برنامج مبتكر سيكون بمثابة رأس الحربة في عملية تحويل نظام التعليم الفني المصري، وذلك على أساس رؤية جديدة ونهج مستدام لتطوير ورفع مستوى العمالة المصري. تمام، دي كده البداية أو المقدمة اللي احنا بنعرف بيها رؤية ورسالة التعليم الفني بوجه عام، واللي بيتتبعه أو بيسير على نهجه طبعا كواحد من نوعيات التعليم الفني هو تخصص الملابس الجاهزة. وزي ما وضحنا من خلال الرؤية والرسالة الخاصة بالتعليم الفني بوجه عام، ازاي الكلام ده بيتوظف معانا في مجال أو في تخصص صناعة الملابس الجاهزة. هنشوف برضو مع بعض، احنا بنتكلم النهاردة عن مادة المعدات والماكينات والصيانة اللي احنا ان شاء الله هندرسها مع بعض في الصف الثالث الخاص بتخصص الملابس الجاهزة للتعليم الفني. ففي بدايتنا كده عايزين نعرف انا بدرس المادة دي ليه، الهدف منها ايه، هتنفعني في ايه، هستفاد منها بايه. نشوف كده مع بعض الأهداف الخاصة بمقرر المعدات والماكينات والصيانة الخاص بالصف الثالث الثانوي للتعليم الفني تخصص الملابس الجاهزة. أول حاجة عندي التعرف على التقسيم العام لماكينات صناعة الملابس الجاهزة،
وهنعرف مع بعض ايه هو المقصود بالتقسيم العام للماكينات، سواء كان ماكينات عادية ليها علاقة بنوع المنتج اللي بتنتجه، ليها علاقة بالوظيفة اللي بتأديها. ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، التكنولوجيا الخاصة بيها سواء كانت عادية اوتوماتيك بالكمبيوتر، هنشوف الكلام ده مع بعض. هو المقصود التقسيم العام للماكينات الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة. تاني حاجة بيقول لي التعرف على الماكينات الآتية، اللي هو هيوضحها لي بعد كده ايه هي الماكينات الآتية اللي احنا هنشوفها مع بعض، بس هنتعرف عليها من خلال ايه، هنشوف فيها ايه. بيقول لي اول حاجة الاستخدام، بستخدم الماكينة دي في ايه. تاني حاجة اهم الاجزاء بتاعتها، اهم الاجزاء الخاصة بالماكينة، ايه اللي بيميز ماكينة عن غيرها، دي اهم الاجزاء الخاصة بيها، ايه اللي يخليني اول ما اشوف الماكينة دي اقول لا دي ماكينة العراوي، لا دي ماكينة قص الشريط، لا دي ماكينة كذا. ده هنعرف كل جزئية من خلال دراستنا لمقرر المعدات والماكينات والصيانة في الصف الثالث ان شاء الله في هذا العام. ده اللي من خلاله هنقدر نعرف كل ماكينة بتستخدم في ايه وايه اهم الاجزاء الخاصة بيها. تالت حاجة برضو هو بيأكد عليا ان احنا محتاجين نعرفها طريقة التشغيل بتاعتها، انا هستخدمها ازاي وانا موجود في المصنع كطالب كمان خريج ان شاء الله في الاسواق بقى خلاص، وهتعامل مع الاسواق المحلية وهدخل في مجال صناعة الملابس الجاهزة داخل المصانع. انا قدامي ماكينة وانا والله يتقال لي حضرتك هتتحط على مرحلة العراوي، هتعمل لنا العراوي الخاصة بمنتج مثلا القميص، هشغلها ازاي؟ هقف قدام الماكينه وانا ما اعرفش؟ لا، فهو من خلال المنهج بتاعنا ومن خلال المقرر بتاعنا بنوري لحضرتك شكل الماكينه ايه، وبنعرف حضرتك طريقه التشغيل، الخطوه الاولى بنعملها كذا، الخطوه الثانيه بنعملها كذا، الخطوه الثالثه وهكذا. الكلام ده برضو بيكون موجود عندنا في الورش الخاصه بالجزء العملي بتخصص الملابس الجاهزه في المدارس بتاعتنا، متوفره النوعيات المختلفة من الماكينات اللي بتوضح لي ده. كمان بيحصل في كل فصل دراسي أو كانت الإمكانية متاحة لكل مدرسة، الطلبة طبعا بيتجمعوا من خلال مدرس النظري ومن خلال مدرس العملي، بنعمل زي زيارة لمنطقة صناعية خاصة بمصانع الملابس الجاهزة أثناء السنة الدراسية، بتكون طبعا بصحبة المدرسين، بنخرج في يوم بنعرف بنزور مجموعة من المصانع الخاصة بالملابس الجاهزة واللي بتكون متوفر فيها نوعيات الماكينات اللي أنا بدرسها في السنة دي، فبشوفها رؤية العين، بشوفها في المصنع نفسه إزاي العمال بيشتغلوا عليها، ازاي هي موجود ترتيبها داخل المصنع، شكل المنتج بيطلع لي ازاي، الخطوات بتاعتها، الاجزاء بتاعتها، كل اللي احنا شرحناه نظري. واذا كانت الماكينه متوفره عندي في ورشه العملي بيبقى تمام كويس، والمدرس بيكون شرح لي عليها طريقه التشغيل بتاعتها، الاجزاء بتاعتها وتشغيلها. لو كان مش متوفر زي ما قلنا لحضراتكم بنطلع زيارة ميدانية في منطقة صناعية، بشوفها رؤية العين، بشوف الأجزاء بتاعتها، بشوف العامل اللي موجود قدامي بيشتغل عليها إزاي، والمنتج النهائي لما بيطلع إزاي. يبقى كده مجموعة الماكينات اللي احنا هندرسها ان شاء الله السنة دي محتاجين نعرف الاستخدام بتاعها، اهم الاجزاء بتاعتها، وطريقة التشغيل الخاصة بكل ماكينة. نشوف مع بعض ايه هي نوعيات الماكينات، انواع الماكينات اللي معانا. هندرس مثلا مع بعض ماكينة الفرماتورة، هندرس وهنعرف يعني ايه فرماتورة وايه هي شكلها، هندرس مع بعض ماكينة اللف وبرضو نفس النظام، هنعرف ايه الفرق بين كل ماكينة ووظيفة كل ماكينة ايه واهمية استخدامها ايه وهستخدمها في ايه. هنعرف برضو مع بعض ماكينة تركيب الكبسون، والمقصود بالكبسون اللي هو الكبس المعدن او البلاستيك طبعا اللي هو بيبقى موجود في اغلبية الملابس الجنسية سواء كان البنطلون او الجاكيت او غيره، وكمان بيبقى موجود عندي في ملابس الاطفال خصوصا السالوبيتات لحديثي الولادة، بيبقى فيه كبسون كده من مادة البلاستيك او الباغة الملونة، فبرضو دي بتستخدم فيها هذه الماكينة. برضو عندي ماكينة تركيب الجيب، والمقصود بيها الجيب الخلفي للبنطلون الجينز، وبرضو هنشوف شكلها معانا ايه وهنعرف بتستخدم ازاي.
في كمان عندي ماكينة الأورلي، وهنعرف ايه هي نوعية الخامة اللي بتستخدم معاها وايه الشكل اللي بتطلعه لي هذه الماكينة، يعني الانتاج بتاعها بيكون شكله ازاي. كمان هنعرف مع بعض ماكينة تركيب الشريط وايه الفرق ما بينها وما بين ماكينة الأورلي، لان هنشوف في من خلال دراستنا ان في تقارب بين الاثنين مع اختلاف بسيط، وده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله. في كمان عندي ماكينه تركيب الاستيك اللي هي الخاصه اللي بتبقى موجوده في منطقه القمر او الجزء الخاص بمنطقه الخصر او الوسط بتاع الجيبه او البنطلون وخلافه. كمان هنعرف مع بعض اجهزه الكي، هنتعرف على بعض من خلال المقرر بتاعنا الخاص بالمعدات والماكينات والصيانة في الصف الثالث السنة دي إن شاء الله. هنتعرف على أجهزة الكي، وهي بتكون أجهزة الكي الخاصة بالبخار اللي بتكون موجودة معانا في مصانع الملابس الجاهزة، وهنشوف إيه هو الجديد والمتطور فيها. وهنلاقي معانا شكل العروسة، جهاز بيعرف بجهاز العروسة، وهنشوف شكله بيبقى موجود قدامنا إزاي. عبارة عن جهاز وهيبقى فيه جزئية عروسة كده من فوق بنلبس عليها المنتج، وهنشوف ازاي بيتنفخ المنتج ده او الجزئية الخاصة اللي هي على شكل المانيكان او العروسة بتتنفخ بحيث ان هي تدي ضغط وحرارة من جوه، وازاي بتقدر تكوي الملبس بتاعي وبتظهره بالشكل الكويس. وهنعرف اساسا اجهزة الكي ايه اهميتها وايه هي اهم الاساسيات اللي بتعتمد عليها، زي مثلا الضغط والحرارة والرطوبة وخلافه. في كمان عندي جزء خاص باجهزة الكي بالبخار اللي موجود برضو في مصانع الملابس الجاهزة، اللي هو الدولاب الخاص بالملابس، وكمان موجود عندي الكابينة الخاصة بالكي برضو الخاص بالبخار في مصانع الملابس الجاهزة. تمام، هيبقى عندنا العروسة وعندنا الكابينة والدولاب للكي بالبخار. كمان في المادة الخاصة بالمعدات بنتعرف على أنواع المقصات المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة، ومش هندرس بقى نوعيات المقصات العادية زي ما درسنا في السنين، لا احنا كل مادة بقى بنتطور وبنعرف ايه هي الأجهزة الجديدة والمستحدثة معانا. يعني احنا قبل كده درسنا المقصات العادية، ودرسنا المقص المستطيل، ودرسنا المقص المستدير، ودرسنا مقص الشريط. هنيجي بقى ندرس مع بعض السنة دي في مقص اسمه المقص السيرفو أو بنسميه المقص المحوري. في برضو هنعرف نوعيات قص جديدة عن طريق الاستنباط، هنعرف برضو نوعيات قص تانية جديدة من خلال التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة أو اللي بقت مستحدثة معانا. أقدر أقص عن طريق المياه، أو أقدر أقص عن طريق الليزر والكمبيوتر، أو أقدر أقص عن طريق استخدام الأشعة الفوق بنفسجية وخلافه. وهنعرف كل واحد منه إيه الأنظمة اللي بيستخدم بيها وهيستخدم إزاي، وإيه شكل المنتج اللي بيطلع معايا، وإيه مميزات وعيوب كل قص منهم. كمان هنيجي نتعرف او من خلال المقرر بتاعنا هيعرفنا على جهاز بنسميه جهاز كشف المعادن. وجهاز كشف المعادن ده اي حد هيسمعه هيقول ده جهاز كشف المعادن، مش ده اللي بيستخدم للكشف عن المعادن والذهب في باطن الارض؟ او تمام، الكلام ده مظبوط، ده كان بيستخدم فعلا بنفس النظام ده، بس تطور حاليا وبرضه بقينا نستخدم في الاجهزه الامنيه سواء كان في المطارات او في دخول الاماكن العامه وخلافه. كمان بنستخدمه في الجهات الامنيه عن للكشف عن الاسلحه وغير ذلك. في مجال بقى صناعه الملابس الجاهزه نقدر نستخدم الجهاز ده؟ ده اللي هنشوف مع بعض ان شاء الله في المقرر بتاعنا، وهنعرف ازاي بستخدمه، خصوصا لما بكون بصدر المنتج بتاعي بيكشف لي عن المنتج بعد ما تمت عملية الكي وتم عملية التطبيق والتغليف وخلافه. بنعمل كشف كده سريعا باستخدام الجهاز، لعل وعسى ممكن تكون في جزئية من الإبرة الكسرت موجودة ولا حاجة داخل المنتج، ولما نيجي نصدر المنتجات دي يكون الشكل بتاعنا طبعا غير لائق قدام الدول الأخرى، أو لما يجي حد يستخدمه من غير ما يقصد يتعور أو حاجة. فالجهاز ده بنقدر نستخدمه للكشف عن المعادن والأجزاء اللي قد تكون جزء منها مكسور داخل المنتج ولم يرى رؤية العين، فبنستخدم الجهاز ده لخلو المنتج من المعادن الغير مرغوب فيها. فما هو قدامنا هو
جهاز بيستخدم في مجالات أخرى، لكن قدرنا نستخدمه في مجال تخصص الملابس الجاهزة. كمان برضو من خلال المقرر بتاعنا إن شاء الله السنة دي، اللي هو مقرر المعدات والماكينات والصيانة، هنتعرف على نوعيات وأدوات وأجهزة التداول أو النقل داخل مصانع الملابس الجاهزة، وهنعرف قد إيه هي بتعتمد على مساحة المكان، الترتيب، خط الإنتاج نفسه في صالة التشغيل نفسها، وإيه المقصود بيها أصلاً، اللي هي هنلاقيها بعد كده، اللي هي نقل المنتج نفسه أو أجزاء المنتج أو مراحل في أثناء مراحل التشغيل الخاصة بيه. يعني ممكن أحيانا بننقل من مرحلة أو من قسم القص إلى قسم التشغيل عن طريق الماكينات أو أجهزة التداول دي أو عربات التداول. كمان نقل المنتج أو الخامات نفسها من مصادرها إلى المصنع، نقل الخامات أو غيره من المخازن إلى صالات التشغيل، سواء عن طريق إن احنا هنطلعها بمصعد أو عن طريق نقلها بعربات أو غيره. كمان نقلان أو عملية نقل أو تداول القطعة نفسها أثناء مراحل التشغيل. يعني أنا عملتها في مرحلة خط الحياكة، هتتنقل معايا بعد كده لمرحلة الكي، هتتنقل معايا بعد كده للماكينة اللي بعديها، فهتتنقل بين ماكينة وماكينة عن طريق معدات التداول أو النقل دي. وهنعرف إن في منها نوعيات مختلفة، سواء كانت بتبقى موجودة عندي في الاتجاه الأفقي، أو ممكن في الاتجاه المائل، أو ممكن في الاتجاه الرأسي، إن هي تطلع من تحت لفوق أو من فوق لتحت وخلافه. هنعرف إن في منها على شكل عربة، هنعرف في منها على شكل سيور وهكذا. بتكون بين قسم وقسم، سواء كان في نفس المبنى أو بيبقى أحيانا من ماكينة لماكينة في نفس صالة التشغيل، وهنعرف الفرق بين كل واحدة والتانية إن شاء الله من خلال دراسة المقرر بتاعنا. إن شاء الله يكون المقرر بتاعنا الخاص بالمعدات والماكينات والصيانة في هذا العام في الصف السادس يكون مشوق إن شاء الله، وتتعرفوا منه على أجهزة ومعدات جديدة بتستخدم في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وكيفية استخدام وتشغيل كل جزء منه، وإن شاء الله يفيدنا في حياتنا العملية بعد كده. نيجي بعد كده هنشرح بقى مع بعض، هنشوف كل باب بيحتوي على ايه في المجال بتاعنا. يعني انا ده كل اللي انا هدرسه في المقرر بتاعي. المقرر بتاعي هنلاقيه متقسم معايا لخمس ابواب، هنعرف الباب الاول عبارة عن ايه، والباب التاني عبارة عن ايه، والباب التالت وهكذا. نشوف مع بعض كده الباب الاول بتاعنا بيقول لي اول حاجة هندرسه في الباب الاول هي دراسة التقسيم العام لماكينات صناعة الملابس الجاهزة. دي اول جزئية او كان اول هدف من اهداف المقرر بتاعي، هو التعرف على التقسيم العام لماكينات صناعة الملابس الجاهزة. هنتعرف كده عليها مع بعض. بيقول لي هي عبارة عن، اقدر اقسمها لاربع نقاط. اول نوع عندي هي حسب نوع الماكينة المستخدمة، تاني حاجة عندي على حسب نوع المنتج المطلوب تصنيعه، ده نوعيات المكن بتتقسم على حسب الماكينة المستخدمة أو على حسب نوع المنتج المطلوب تصنيعه أو على حسب نوع العمل المطلوب، أو أحيانا بيكون عندي ماكينة عامة. طيب نعرف يعني إيه كل واحدة منها المقصود بيها إيه، نشوف مثال كده مع بعض. أول حاجة نوع الماكينة المستخدمة، ازاي انا اقسم الماكينات اللي موجودة عندي حسب نوع الماكينة. بيقولي يعني ممكن تكون ماكينة عادية او ماكينة اوتوماتيكية او ماكينة تعمل بالكمبيوتر. يعني المقصود بيها هو حسب التكنولوجيا اللي موجودة في هذه الماكينة، هل هي ماكينة عادية خالص، هل هي ممكن اقول عليها ماكينة نصف اوتوماتيكية او اوتوماتيكية، يعني دخل عليها بعض التطور في اجزاء منها تقدر تستخدم اوتوماتيك بدون الاستخدام اليدوي. يعني مثلا ممكن في مضاف اليها لمبة فيها مقص بيقص لوحده اوتوماتيك، مجرد ما العملية او المرحلة الخياطة مثلا بتخلص يروح هو قاصص لوحده، دي بنسميها نصف اوتوماتيكية او اوتوماتيكية. او نوع الماكينة لما التكنولوجيا بتاعتها زادت بقت بتستخدم بالكمبيوتر، يعني مرتبط بيها جهاز خاص بالكمبيوتر، هي بتقوم بجميع
مراحل التشغيل او اتمام المرحله لوحدها من خلال جهاز كمبيوتر متصل بالماكينه، بيعمل عن طريق طبعا وحدات ادخال واخراج ونظام للتشغيل فيها، بيكون محدد مسبقا وبيتنفذ من خلاله المرحله. يبقى اذا اقدر اقول ان حسب نوع الماكينه المستخدمه بتتقسم معايا لماكينه عاديه او اوتوماتيكيه او تعمل بالكمبيوتر. ده اول نوع. طيب نيجي بعد كده للنوع الثاني اللي تقسيم الماكينات بيكون حسب نوع المنتج المطلوب تصنيعه. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول ماكينات خاصه بتصنيع التيشيرت، ماكينات خاصه بتصنيع البنطلون، ماكينات خاصه بتصنيع القميص، وهكذا. يبقى على حسب نوع المنتج اللي هتنتجه بنقول ان دي نوعيات الماكينات. تمام. طيب نيجي نشوف نوع ثالث اللي هو حسب نوع العمل المطلوب منها، والمقصود بيها اللي هي الوظيفة اللي هتأديها الماكينة. زي ما قدامنا كده ممكن أقول ماكينة زراير، ممكن أقول ماكينة عراوي، ممكن أقول ماكينة تركيب شريط، ممكن أقول ماكينة لف، وهكذا. يبقى في الحالة دي الماكينة بتتقسم على نوع الوظيفة اللي هتقوم بيها. أنا هطلع من الماكينة دي بإيه؟ إيه المرحلة اللي هي هتعملها لي؟ ممكن تكون متخصصة في مرحلة معينة زي ما شفنا كده، هي خاصة بتركيب الأزرار فقط. يبقى هي ما بتعملش حاجة تانية غير ماكينة ان هي بتكون تركيب الأزرار، ماكينة لعمل العراوي، ماكينة للف، ماكينة لتركيب الشريط، ماكينة لعمل مثلا خط حياكة الأورلي، وهكذا. هي ليها وظيفة معينة، ماكينة لتركيب الكبسونة. تمام. وده اللي هنشوفه مع بعض بعد كده. نيجي نشوف برضو تقسيمة تانية ليها اللي هي بتكون ماكينة عامة، ودي نقدر نستخدمها في انتاج معظم الملابس الجاهزة، ودي غالبا بتكون ماكينة الحياكة الاساسية العادية خالص اللي احنا بنكون عارفينها. تاني حاجة بندرسها مع بعض في الباب الاول الخاص بمادة معدات وماكينات وصيانة، هي الماكينات المستخدمة في صناعة البنطلون الجينز او الجبردين. يعني مثلا لما يجي لي سؤال ويقول لي تكلم عن نوعيات الماكينات المستخدمة في صناعة البنطلون الجينز او في صناعة البنطلون الجبردين، يبقى في الحالة دي هقول ان انا عارفة نوعيات الماكينات دي هي كذا وكذا وكذا وكذا، وهبتدي اشرح كل واحدة منها بشرح مختصر كده، اعرفه طبعا ايه هي تعريفها، اهميتها، اهمية الاجزاء اللي بتستخدم فيها، واذا كان في وقت برضو طريقة التشغيل بتاعتها. نشوف كده مع بعض ايه هي نوعيات الماكينات دي. هنقول ان اكتر حاجة بتستخدم او بتكون بارزة في انتاج البنطلون الجينز او الجبردين هي ماكينة الفرماتورة، ماكينة اللف، ماكينة الكبسون، وماكينة تركيب الجيب بالكمبيوتر. تمام. دي ابرز نوعيات الماكينات اللي بتستخدم في انتاج البنطلون الجينز او الجبردين. نشوف كده مع بعض. دي اول ماكينة عندي وهي ماكينة الفرماتورة. من تعريفها او من اسمها كده المتعارف عليه بوجه عام، معنى كلمة فرماتورة يعني انا عندي ماكينة بتقوم بعملية حياكة وليكن كام غرزة، وترجع تعيد عليهم مرة تانية، تعمل عملية رجعية عليها تانية. هي دي اللي بنسميها الفرماتورة، يعني رايح راجع، مش مسافة طويلة. هي بتكون عدد غرز معينة، ممكن اكون انا اللي محدداها، ممكن انا اكون اللي محددة المسافة، او ممكن تكون عن طريق جهاز الكمبيوتر لما بتكون الماكينة بالكمبيوتر، فبيكون محددة من خلال الجهاز الخاص بيها او الشريط المحدد مسبقا او البرنامج اللي متحدد مسبقا. فهي كلمة فرماتورة اللي هي عملية حياكة والرجوع عليها مرة اخرى. طيب تفتكروا الفرماتورة دي لما خيط وارجع مسافة عدد من الغرز، يبقى دي بستخدمها في عملية التثبيت. يبقى ماكينة الفرماتورة بتستخدم في تثبيت، غالبا بتكون في بدايات ونهايات الحياكات، لان انا لو ما عملتش الفرماتورة ما عملتش عملية التثبيت دي، ممكن خط الخياطة يفك معايا. فانا بستخدم ماكينة الفرماتورة لعمل تثبيت بدايات ونهايات الحياكات. طيب ممكن استخدمها في ايه كمان؟ في تثبيت بدايات ونهايات الجيوب، غالبا بتكون برضو في القميص الرجالي، في بدايته كده بنلاقي عملية فرماتورة موجودة، او في البنطلون الجينز، جيب البنطلون الجينز بنلاقي فيه كده خط خياطة كأنه حشو كده، دي برضو فرماتورة، بتبقى في بداية الجيب وكملنا الحياكة ورجعنا
ثبتنا مرة تانية، عملنا فرماتورة، عملنا فرماتورة في البداية وعملنا فرماتورة في النهاية لتثبيت بدايات ونهايات الجيوب. كمان ممكن اقدر استخدمها في ايه تاني؟ اقدر استخدمها في تثبيت اللوكسات، واللوكسات اللي هي العروة اللي بتبقى موجودة غالبا في الكمر الخاص بالبنطلون، اللي هي الجزئية اللي بيمر منها الحزام في منطقة الوسط. اللوكسات هي اللي هي العروة الخارجية اللي بتبقى موجودة في كمر البنطلون، غالبا الجينز او البنطلونات الرجالي او الحريمي عموما. طيب دي برضو بتستخدم في تثبيت بدايتها ونهايتها. تمام. شكل الماكينة زي ما حضراتكم شايفينه معايا اهو، بصوا بنلاقي من شكلها كده في حاجة مختلفة فيها. تمام، شايفين هنا معايا ده جزء مختلف، مجرد ما اشوف الجزء ده اعرف ان دي الجزئية الخاصة بماكينة الفرماتور. شايفين برضو هنا شكل الدواس بتاعها مختلف. كل حاجة من دي احنا هنعرفها بالتفصيل ان شاء الله. احنا النهاردة بندي بس فكرة عامة عن النوعيات واشكال الماكينات او الاجهزة اللي بتستخدم في صناعة الملابس الجاهزة. فاحنا بس بنشوف بوجه عام كده المقرر بتاعنا عبارة عن ايه. هنيجي بعد كده برضو ده شكل تاني ليها من زاوية تانية اهو، وبيبين لي ان الجزئية دي هنحط فيها المنتج ونعمل فرماتورة، وده الدواس بتاعها او قدم الدواس بتاعها اللي هيضغط على القماش او المنتج بتاعي اثناء عملية التثبيت او اتمام عملية الفرماتورة. هنيجي بعد كده لماكينة اللف او بنسميها الكفافة. يعني ايه كلمة لف؟ يعني بمعرفتنا العامة كده او المعلومات العامة اللي احنا نقدر نعرفها او سمعناها حتى قبل كده، كلمة لف يعني حاجة غير ظاهرة، حاجة صغيرة خالص. مجرد ان انا باخد فتلتين من المنتج بتاعي، من نسيج المنتج بتاعي، وبعمل عليه غرزة بحيث ان هي تثبت لي الجزئية دي او تكون متخيطة ثابتة في مكانها، لكن مفيش ظهور للخيط على وش القماش. يعني وليكن مثلا انا في جزئية الماكينة الخاصة باللف او الكفافة دي ممكن استخدمها في تثبيت البطانة مع المنتج نفسه، وليكن في الجواكت، جواكت البدل الرجالي او جواكت التيورات الحريمي، يبقى عندي قماش خارجي للمنتج وداخلي فيه اللي هي السالية او نوع من القماش، احيانا بيكون قطني او من الالياف الصناعية، بيبقى شكل تاني او نوع تاني من القماش غير القماش الخارجي للجاكيت. القطعتين الخارجية والخارجية والداخلية متثبتة مع بعض. طب هي متثبتة مع بعض عن طريق ايه؟ مش ماكينة الحياكة العادية، لا، احنا بنستخدم فيها ماكينة اللف. اللف دي بيبقى مش ظاهر من قدام حضراتكم خالص اي نوع من انواع الخياطة او الخيط، بتبقى غرزة مخفية، هي موجودة من جوه لكن مش ظاهرة على وش القماش. تمام، هنيجي نشوف مع بعض كده. بصوا حضراتكم شكل الماكينة، بصوا هنلاقي شكلها مختلف. اهم ما يميزها احنا برضو هنعرف بعد كده، بس اهم ما يميزها شايفين راس الماكينة هنا مش شكلها مستقيم زي اللي احنا عارفينه، لا هي مايلة معايا، هتلاقيها عالية من فوق ومايلة تجاه اللي قاعد على الكرسي او اللي قاعد قدام الماكينة، هي بتكون مايلة قدامي بالمنظر ده. تمام، ده اهم ما يميز ماكينة اللف. طبعا كل واحدة منها من ماكينة الفرماتورة او ماكينة اللف بتختلف طبعا على حسب سرعة الموتور بتاعتها وقوتها، على حسب نوع الشركة المنتجة ليها، فبتنتج لي كميات كبيرة في مصانع الملابس الجاهزة. ده اهم الاجزاء الخاصة بيها برضو اللي هندرسها مع بعض ان شاء الله بعد كده من خلال المقرر الدراسي بتاعنا. هنيجي لنوع جديد من الماكينات، وهي ماكينة تركيب الكبسون، وبرضو هنعرف ان في منها نوع يدوي ونوع تاني اوتوماتيكي، هنشوفه مع بعض. ده اللي قدامنا ده المكبس اليدوي اللي انا بستخدمه في تركيب الكبسونة الخاصة بالجواكت او البنطلونات الجينز، او زي ما قلنا لملابس الاطفال حديثي الولادة، سواء كان اللي انا هتثبته ده كبسونة او شكله زرار معدن.
يعني ما بتختلفش معايا، الاتنين بستخدم فيهم نفس نوعية هذه الماكينة اليدوية او الاوتوماتيك، نبقى على حسب اللي انا هركبه كبسون او زرار معدن، هي هي نفس الماكينة اللي انا بستخدمها. اللي قدامنا ده هو الماكينة او جهاز تركيب الكبسونة اليدوية، زي ما شايفين حضراتكم كده هتلاقي قدامكم في يد ماسكاه، في هنا ده جزء علوي وده جزء سفلي، في جزء من الكبسونة بيتحط فوق وفي جزء بيتحط منها تحت، ودي اليد اللي بضغط بيها زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله اثناء الشرح في الحلقات القادمة باذن الله. ودي الاجزاء برضو بتاعتها الاساسية، وهنعرف ايه فايدة كل جزء منه وازاي طريقة التشغيل بتاعته. برضو دي بقى الماكينة اللي هي ماكينة تركيب الكبسون الاوتوماتيكية، تمام؟ زي شايفين هو شكلها وحجمها اختلف تماما، كمان اعداد التركيب الخاصة بالكبسونة بتختلف خالص عن اليدوية. اليدوية بتاخد مجهود عالي والعدد اللي بتنفذه طبعا عدد قليل جدا، يعني اقدر استخدمها في الاستخدام الفردي او لو انا عندي ورشة صغيرة او مصنع او حاجة متناهي الصغر، يعني الاعداد اللي عندي الكميات المطلوبة من المنتجات قليلة. اما في المكنة اللي قدامنا مكنة تركيب الكبسون، هي ما بتاخدش لحظات في تركيب الكبسونة، فبتنتج معايا في مصانع الملابس الجاهزة انتاج كمي كبير، وزي ما هتشوفوا بعد كده لما نيجي ندرسها هتعرفوا ان هي فيها خزانين، وهنشوف طريقة التشغيل بتاعتها، وده طبعا الموتور وزرار التشغيل والايقاف وغيره. ده الشكل اللي احنا بنشوفه، دي الكبسونة اللي موجودة في البنطلون الجينز. احيانا بيكون بدل الكبسونة دي زرار، فهو برضو نفس الماكينة هي اللي بتركبها لي، يعني بدل ما هي كبسونة موجودة عندي هنا وفي الجزء الثاني اللي هو اليمين واليسار، لا احيانا بيبقى انا عندي هنا عروة وهنا بس اللي بيتركب الزرار المعدن، فهي برضو نفس الماكينة اللي بنستخدمها. وده زي ما بقول لحضراتكم الكبسونة اللي بتبقى في ملابس الاطفال حديث الولادة، اللي هي بتكون السالوبيت لما بيكون مفتوح من اسفل، دي الكبسونة اللي بتكون موجودة في الزي، فهي برضو نفس الماكينة اللي بنستخدمها فيها. دي طبعا اهم الاجزاء الخاصة بتركيب الكبسونة، بماكينة تركيب الكبسونة الاوتوماتيكية والاجزاء الخاصة بيها على الرسمة بتاعتنا او على الماكينة الاساسية، ان شاء الله هنبقى ندرسها مع بعض. وده الجزء الخلفي الخاص بالماكينة، لان برضو الجزء ده هيفيدني وهعرف ان ده جزء اهم من اجزاء الماكينة. نيجي بقى الصورة اللي قدام حضراتكم، هي ماكينة تركيب الجيب، الماكينة الخاصة بتركيب الجيب. وزي ما اتفقنا في بداية كلامنا ان المقصود هنا بماكينة تركيب الجيب، احنا بنتكلم عن الماكينات الخاصة او المرتبطة بتصنيع او صناعة البنطلون الجينز او الجبردين، فالمقصود بهنا بتركيب الجيب دي هي الخاصة بتركيب الجيب الخلفي للبنطلون الجينز، اللي هو بيبقى مربع كده في الزوايا قايمة في ثلاث اتجاهات، واحيانا بيكون الجزئية الرابعة او الضلع الرابع عبارة عن خطين مع بعض كده بيكونوني شكل سبعة، زي ما شايفين قدام حضراتكم كده في الاسطمبة انا عندي خط وفي عندي زاوية من اسفل، هو ده الجيب الخلفي للبنطلون الجينز. شايفين حضراتكم هي دي الماكينة معايا، وده الجزء الخاص بالاسطمبة نفسها، شايفين حضراتكم خط مستقيم من هنا وادي الضلع الثاني والضلع الثالث الناحية التانية، بصوا هنا معايا الجزء الرابع، الضلع الرابع مقسوم معايا لجزئيتين اللي هي بتعمل لي الشكل المثلث اللي بيكون في اسفل الجيب الخلفي، فهي دي الجزء الخاص ب او الماكينة الخاصة بتركيب الجيب الخلفي للبنطلون الجينز. برضو هنعرف اهم الاجزاء ليها، بس ده اهم ما يميزها، انا مجرد ما اشوف المنظر ده هقول على طول دي ماكينة تركيب الجيب الخاصة بالبنطلون الجينز. ده بنوري لحضراتكم لما المنتج بيتحط وبرفع الاسطمبة دي وبركب الجيب الخلفي الخاص بالبنطلون في المكان، وهنعرف ان الماكينة دي برضو الاوتوماتيكية بتاعتها فيها مراحل كتير بتتم اوتوماتيكية، ما عدا طبعا مرحلة يدوية اللي هي المرحلة اللي بجيب فيها الجيب وبحطه في المكان المفروض يتثبت فيه، فدي بتتم بالمرحلة اليدوية.
تمام، وهيكون الحياكة عليها في الجهات الخمسة الأضلاع اللي احنا لسه كنا شايفينهم قبل شوية. نيجي بقى نشوف مع بعض الباب التاني بتاعنا هندرس فيه ايه. احنا كده خلصنا الباب الاول وعرفنا ان احنا هندرس فيه نقطتين، التقسيم العام للماكينات اللي بتستخدم في صناعة الملابس الجاهزة، وعرفنا ان هي بتتقسم معانا لاربع نوعيات وكل نوع داخل جواه ايه. كمان عرفنا ايه هي نوعيات الماكينات اللي بتستخدم معايا في صناعة البنطلون الجينز او في حياكة البنطلون الجينز او الجبردين، وعرفنا اهم اربع ماكينات بتميز الخط الانتاج الخاص بصناعة البنطلون الجينز، وعرفنا اهم ما يميز كل ماكينة بشكل مختصر طبعا، ومجرد ان احنا عرفنا شكل الماكينة وايه هي وظيفة كل واحدة منها. هنيجي مع بعض كده في الباب الثاني وهندرس فيه الماكينات المستخدمة في صناعة التيشيرت. الماكينات المستخدمة في صناعة التيشيرت نشوف كده مع بعض. هنشوف كده أول حاجة عندي ماكينة الأورلي، ماكينة تركيب الأستك، ماكينة تركيب الشريط، ماكينة الأوفرلوك، وماكينة قص الشريط. يبقى انا كده عندي خمس نوعيات من الماكينات، ماكينه الاورلي وماكينه التركيب الاستك وماكينه تركيب الشريط وماكينه الاوفر لوك وقص الشريط. نشوف كده مع بعض سريعا، انا عايزه اعرف الشكل العام لكل ماكينه. دي ماكينه الاورلي تمام، وهنعرف ان هي عباره عن ابرتين بتعمل لي خطين حياكه من اعلى وخطين ورش من اسفل بتربط ما بينهم، وغالبا ما بتستخدم مع اقمشه الانترلوك القطنيه. وادي ماكينه تركيب الاستك برضو بالمنظر ده، وهنعرف ان اهم ما يميزها هو الجزء ده والذراع اللي موجود عندي. برضو دي ماكينة تركيب الشريط، وهنعرف ان هي نفس ماكينة الأورلي مع زيادة تركيب فولدر اللي هو الجزء المعدن اللي قدام حضراتكم، وظيفته بيتركب فيه الشريط وبيتنهولي وبعد كده بتتم عليه عملية التمكين. هنيجي بعد كده هنشوف ماكينة الأوفرلوك، وهي بتستخدم لتنظيف حواف الأقمشة الانترلوك أو المطاطة، ومنها الثلاثة فتلة ومنها الأربعة فتلة تمام. كل واحدة منهم طبعا ليها وظيفة معينة. الباب الثالث بتاعنا اللي هو بيتكلم عن أجهزة الكي، وطبعا كلها أجهزة الكي بالبخار دي العادية خالص، وده اللي هو المكبس والنوعيات تانية. في عندي بقى بعد كده العروسة، وكنا هنعرف الغرض منها، العوامل الأساسية، الاعتبارات اللي لازم نحطها في اعتبارنا عند الكي، أهمية استخدامه، وهنعرف ايه هي أنواع الأجهزة اللي بنستخدمها في مصانع الملابس الجاهزة، ومنهم اللي هي جهاز العروسة اللي أنا كنت بقول لحضراتكم عليه ده، عندي الجهاز الأساسي وده المانيكان اللي بيتركب عليه، وعادة بيكون مغطى بقماش من النايلون عشان بس بيكون فيه مسام عشان خاطر يساعد على مرور الحرارة والرطوبة من الداخل للخارج، وبيتنفخ على قد حجم المنتج بتاعي. كمان بعد كده ده شكل الدولاب بتاعي الخاص بالكي. بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. للأسف وقتنا خلص بسرعة. عرفنا بشكل مختصر المقرر بتاعنا عبارة عن ايه، عرفنا أهمية تخصص الملابس الجاهزة والرسالة اللي بيأديها التعليم الفني بوجه عام، أو حابب ان هو يقدمها لطلابنا وطالباتنا في مجال خروج طلاب على مستوى عالي ومهارة عالية في الأسواق المحلية والعالمية. وتعرفنا على نوعيات الماكينات وأجهزة القص وأجهزة التداول اللي احنا ممكن نتعرف عليها ونشوفها في مجال صناعة الملابس الجاهزة. بكده للأسف تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله مع شرح مفصل لكل ماكينة إن شاء الله في العام الدراسي الجديد. وكل سنة وحضراتكم طيبين وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.